السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ملتي ميديا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وكشف الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والاهتمام بمعالجة أمراض القلوب، فإنها هي الفتاكة المهلكة التي لا ينتبه لها المريض. وقد اهتم القرآن الكريم والسنة المطهرة على علاج أمراض القلوب وبيان صفة أدوائها وأدويتها، وذلك لأن القلب هو محط نظر الله تبارك وتعالى، ولا قيمة لعمل ما لم يكن في القلب إيمان وإخلاص. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال في صفة المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالقلوب تمرض كما تمرض الأجساد، وتموت كما تموت الأجساد. ولهذا أشار القرآن الكريم إلى أن الله أنزل القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فموت القلوب لا تنفعهم النذارة ولا تحثهم البشارة إلى الخير، ذلك لأن أهم نعمة من الله تبارك وتعالى قد تعطلت عندهم، فهم لا يستقبلون النور الإلهي ولا يهتدون به. وقد يبلغ إلى أن تصم آذانهم وتخرس ألسنتهم. إن الذين كفروا سواء عليهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. فإذا غشيت الأبصار وصمت الآذان وختم على القلوب فأي خير يرجى من هذا الإنسان؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولهذا يجدر بالمؤمن أن يتعاهد قلبه وأن يعالج مرضه وأن يتحرى اعوجاجها واستقامتها وغفلتها. ومن أهم أسباب موت القلوب أو مرضها الغفلة عن الدار الآخرة والاهتمام بالدار الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا شغلت القلوب بمطالعة ملهيات الدنيا ومطاردة شهواتها فمتى تستيقظ للدار الآخرة؟ أيها المغرور وافاك الأجل، ما ترى رأسك بالشيب اشتعل. لهذا الذين يفكرون في أمور الدنيا ليل نهار، ولعل كلنا ذلك الرجل، الذين يهتمون بجمع حطامها دون التفكر في الآمال في المآلات، تمرض قلوبهم وقد تموت. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هي غرور كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، شغف بها جل الناس إلا من رحم ربك حتى أنستهم الدار الآخرة وشغلوا بها. وإن من أسباب موت القلوب أو مرضها صحبة الفساق، فإن الإنسان إذا صاحب الفساق وعايشهم ورأى ما هم فيه من اللهو والمجون تأثر بذلك لا محالة. ولهذا ثبت في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر امرؤ من يخالل. وصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يهتدي. ولهذا قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يرى أحدهم صاحبه وهو على المنكر فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، يأنس إليه ويتحدث معه ويصاحبه ولا يتجرأ أن يقول له لما فعلت كذا،
ولا هلا فعلت كذا، ويوما من الأيام يكون مثله ويقع فيما وقع فيه، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. لذلك أمراض القلوب معدية، صاحبها يعدي مرضه إلى جاره أو صاحبه أو قرينه. ومن أسباب مرض القلوب أو موتها مقارفة المحرمات والاستكثار منها، فإنه كلما ارتكب معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يكون أسود مربادا، كما ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذنوب تقسي القلوب وتؤثر فيها وتوسخها وتزيل منها نقاءها وصفاءها، والطاعات تنظفها وتطهرها، فالقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك يجدر بك أيها العبد المؤمن أن يكون لك زاد من الطاعات، من ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والتفكر ومراجعة أعمالك، وأن تحاسبها قبل أن تحاسب. فإنك إذا أنصفت ورجعت إلى عيب نفسك ستجده كثيرا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وهذا من أخطر ما ابتلي به الناس والعياذ بالله من ذلك. وسائل التواصل قد تتواصل بها في ما حرم الله عز وجل، وقد تسترسل لأنك تفعله وأنت خال وتظن أن لا أحد يراك ورب العالمين يراقبك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ومن أمراض القلوب وأسباب أمراض القلوب إهمال الطاعات، ولو كان لا يرتكب المعاصي، فترك الطاعات هي معاصي. يؤخر الصلوات ويقول سوف أصليها، ويمنع الزكوات ويقول إذا زاد مالي زكيت، وهو الآن يأكل أموال الناس بالباطل. والحياة تطوى والموت يقرب، وهو يسوف التوبة ويعجل المعاصي ويهمل الطاعات، فتتراكم هذه كلها صدأ في القلوب وغشاوة فيها حتى تقفل القلوب. ولهذا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تقفل، سبحان الله، ربنا خلق القلوب طاهرة نقية سليمة الفطرة، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يكتسب من زملائه ورفقائه أو من جيرانه أو من بيئة عمله أخلاقا فاسدة وأفكارا منحرفة وأعمالا لا يرضاها الله تبارك وتعالى، فيعود أثرها قسوة في القلوب وانحرافا عن منهج الله تبارك وتعالى.
وأهم دواء للقلوب، وهذا ما نحتاج إليه وهو في متناول أيدينا، الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه شفاء لما في الصدور، شفاء ورحمة للمؤمنين. تأمل صفحاته وتوقف عند آياته واعتبر أمثاله وحكمه، فإنك تجد جواب سؤالك ورد شبهاتك. فكل ما يخطر ببالك من أفكار وآراء وعقائد زائغة فإن القرآن يجيب عليها ردا حاسما. إذن هو دواء لأمراض الشبهات، ودواء لأمراض البدع، ودواء لأمراض الشهوات، ودواء لأمراض الغفلة، ولكل مرض يصيب القلوب. فهو أهم أدوية القلوب، وما أنزله الله عز وجل إلا ليعالج تلك القلوب الزائغة المنحرفة. ومن أهم أدوائها أدويتها ذكر الموت، وهذا يجب أن يتكرر في أسماعنا وقلوبنا وخواطرنا، لأننا ألهتنا الدنيا عن ذكر الموت. كل واحد عنده أعمال لا يعرف لها نهاية. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، حب المال وحب العمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد عمره وشاخ جسده فالمفروض أن يتأمل أنه دنا الفراق وحضر الأجل، إلا أنه لا يفعل ذلك إلا من رحم ربك، بل يزداد شهوة للدنيا وطمعا فيها وحبا في البقاء، مع أن حب البقاء لا يضمن البقاء. نحن راحلون لا محالة، وينتظرنا القبر، ثم عرصات القيامة، ثم الجنة أو النار. فبماذا نرحل؟ وما هو زادنا؟ وقد علمنا أن الله عز وجل لا يعطي الجنة إلا لمن أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم. سنة ملتي ميديا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زارو خطبة بزوء تاتشين يمنزن الجو الجي قاعدة جنيا بالشتاء. ምናልባትም ብዙዎቻችንን የተጠናወተና የተለከፍንበት የሆነን በሽታ መጀመሪያ በሽታነቱን ማስተዋወቅና ምክንያቶቹን በተወሰነ ደረጃ መጥቀስ ነው። ከዛም ደግሞ አያይዞ መላውንና መድኃኒቱንም መጠቆም ነው ማለት። የአካል በሽታዎች በተደጋጋሚ እንደምናውቀውና እንደማነሳው እጅግ በርካታ ሆስፒታሎ የተቋቋመውላቸዋል። ስፔሻሊስት ዶክተሮች በመቶ ሺዎች ወይም በሚሊዮኖች በአለም ላይ በየአመቱ ይመረቃሉ። አንዱ ካንገት በላይ አንዱ ካንገት በታች የያንዳንዱ ነገር ያካልን ችግር ያጠኑ አላህ ከፈጠረው ተፈጥሮ ላይ መድኃኒቱን እየዘየዱ ያክሙ ይዘዋል። የተዘነጋው በሽታ ግን የቀልብ በሽታ ነው። ቀልብ ይታመማል ይሞታል። ይታከማልም ይሽራልም ያልሞተስ ከሆነ ድረስ
ሊታሸግና ሊቆላሽም ይችላል ዳግም ላያገለግል ሄት ላይ ነው ያለውት ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። አላሁ አዘ ወጀል ቁርአንን አያስተነትኑም እንዴ ወይስ ቀልቦቻቸው ላይ ቁልፎች አሉ ይላል። ይቆለፋል ማለት ነው። ስለመናፍቃኑ ሲናገር في قلوبهم مرض ይላል። በቀልባቸው ውስጥ በሽታ አለ። የንፍቅና በሽታ የጥርጣሬ በሽታ። በሽታው ደግሞ فزادهم الله مرضا በዛው سبب ለላ በሽታ ጨመረላቸው ይላል። ولهم عذاب اليم አሳማሚ ቅጣት አላቸው የሚዋሹ ስለሆኑ ይላል። ስለዚህ በሽታ አለ ማለት ነው። መታሸግ አለ ከናካቴው መዘጋትም አለ። ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم እነዚያ የካዱ ሰዎች ብታስተነቅቃቸው ባታስተነቅቃቸው ለነሱ እኩል ነው አለ። ምንም አይመስላቸው ደንታም የላቸው። አንተ የምትናገረው ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም ስለ ሲራጥ ስለ ሚዛን ስለ ትላልቅ ነገር ነው ምር ነው። ትንሽ ነገር ብትነግረው የሚደነግጥ የሆነ ሰው የዱንያ ጉዳይ ስትል ቅርብ ስለሆነ ስለሚያያት ያምናታል። ይሄን ነገር ስትናገር ግን ደንታም አይሰጣል። ለምንድን ነው እንዲህ ሆኖት? سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم قلباتهم الله اشغوباتهم الله اشغوا ما ان يكفتح ها يا جبر سبسابيوچ انكم متو كاشغوا مكفتح اتشل ككفتك ليلى وانجل ايه بسوا اقم يهونو نو برب العالمين درجه الله نسو بتا نو ككفل كفلغ لي كفتح مثل ከዛም አልፎ አይኖቻቸው ይታወራሉ ጆሮዎቻቸውም ይደነቁራሉ ይላል። ከዛም እንደንሰሳ ከድምጽ በስተቀር የማይገባቸው ይሆናል። ወመثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء እንግዲህ አንድት ላም ከኋላው ሆኖ በጩኸት ስትናገር ካለችበት አቅጣጫ መለስ ልትል ትችላለህ። በደመ ነፍስ ድምጽ ሰምታ ከዚህ ድምጽ ጀርባ ደግሞ ዱላ አለ ብላ ነው የለመደችው ሊኖር ይችላል። እነዚህኞቹ እንደንሰሳ ሆኑ እንደውም የባሱ ይላል። እንሰሳ እንኳን በተወሰነ ደረጃ ይረዳል ማለት ነው። እንግዲህ ቁርአኑ የወረደው ህይወት ላለው ቀልብ ነው። قلبك موته من معنى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين عندو سلا اخرات تنغرو سلا جنات تنغرو قلبي بتام كالغواغوانا ياچن لماجت مياستلن نغر لمسرات كالتنساسا سلا جهنم تنغرو كالتشماككنا كالدنغت اند تاممك وقو لابوراتوري يلو حاكموچ يلو مسفوشا ሆስፒታል ያለ ችግር እንዳለበት ወቅ መዳንቱን እንነጋገራለን። ምክንያቶች ደግሞ አሉ። ቀልብ የሚደርቅበት ትልቁና ዋነኛው የወዳኛውን ዓለም ዘንግቶ አጠገቡ እንኳን ሰው ሲሞት ሳይ ቀብሮ እንደምን ቀብሮ ቀብር ላይ ቆሞ ከትከትከትከት ብሎ ይሰጋል። አጂብ አሁንም ስለ ዱንያ ይናገራል ይደልላል እዛ ቆሞ አፈር እየገፋ እስቲ እስትግፋር ምታረገው መቼ ነው? ተውባ ምታረገው መቼ ነው? አንተ አትሞትም አትመጣም እዚህ ቦታ እሱ ብቻ የሆነ ወንጀል ሰርቶ ኩነኔ ነው የሞተው። አላህ እየቀጣው ነው ይመስልሃል? ተረኛ ሆኖ ነው እሱ አንተ ደግሞ ቀጣው ተረኛ። በዚህ ሰዓት እንኳን የማይደነግጥ ትልቁ እንግዲህ ምክንያቱም እንደነው ዱንያ ላይ ያለን ተአልቁ ነው። ان كلهم سووا بهال الدنيا بما يكادوا نيتا وانه لحب الخير الشديد بر الله هون ممكن اخيرا كناكاتو كحسابو اوتتو اوتتشالو بايلمكم
ገጽታው የሙስሊም ቢሆንም አኺራን የሚያምን መስሎ ቢታይም አያቱ ሲነገር አሐዲሱ ሲነገር ስለ አኺራ ሲወሳ ደንገጥ ካላለ ክፉኛ በሽታ ተጠናውቶታል። የዚህ ሰበብ ዱንያ ላይ ያለው ተአልቁ ነው። ሌላው የቀልብ መድረክ ምክንያት ከጠማማና ወንጀለኛ ሰዎች ጋራ መጣመር ጓደኝነት። የምትሰማው የማይሆን ነገር ከሆነ እንደው ሰው ማያማ ሰው የሚያሙ ሰዎች ጋር ሲኖር መጀመሪያ ቀን ቀፈፍ ይለዋል፣ ሁለተኛ ቀን ቀለል ይላል፣ ከዛ በኋላ እሱም ተቀላቅሎ የሰው ስጋ ማመንጀግ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ጠማማ ከሆነ ሰው መንገድ ከሳተ ማዕሲያ ውስጥ ካለ ሰው ጋር ከሆነ ሱህብና ይዞ ይጠፋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉንም ይሄንን ነው። ሰው ከጓደኛው ሃይማኖት ላይ ነው የሚሆነው። ማን ጋር መገናኘት እንዳለባችሁ ምረጡ ይላል። እሰበው አንተም አታላዮች፣ አጭበርባሪዎች፣ ውሸታሞች ወይም ደግሞ ሙዚቃ ከጆሮአቸው ማይነቀል محرمات ሚያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን በላ የሚከታተሉ ሰዎች ጋር ከሆን ካንተ ነገ አንተ የሚያሰውነ ዛሬውኑ ካልገባ ማለት لعن الذين كفروا من بني اسرائيل كبني اسرائيل يوم كهديان ترجموا على الله بمن ترجم بداود عندبتنا بعيسى بن مريم عندبت ترجم على لسان داود وعيسى لمن ذلك بما عصوا سلام مسنا وكانوا يعتدون وسن يعرفوا سلنا برنوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يفصموت المطفو نجر عنده عندنا يكلكل من نبر زمدي غدنيا غربيت حرام نجر لا ستاو تاو الله انفرا مالت ونيك لله انتم تينيا دله بشتنيانا مالا هي تلك قلب بشتانو ሌሎችም አስባቦች አሉ ቀልብን የሚያሳምሙ። የቀልብ በሽታ ፔኑ አይሰማህም፣ ቁስሉ አይሰማህም፣ እንደውም ደነዝ ነው የሚያረገ። አላህ عز وجل በቁርአኑ እንዳለው وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ስንታስደናቂ ነገሮችን በሰማይ በምድር ያዩ ችላ ብለው ያልፋሉ። በደም ሞቶ አልቀም لا إله إلا الله ትኩረት አይሰጥም። ይሄ የሞተ መቼም አላህ ሲፈልግ ሊያስነሳው ይችላል፣ ገይብ ነው እሱ አብቅቷል። የታመመ ደግሞ መጣጣር አለበት፣ ለመሻር መታከም አለበት፣ ዒላጅ ያስፈልገዋል። አይነ ዒላጅ የት አለ? በእጃችን ነው። ቁርአን አለ፣ ገለባብጠህ ይኸው አንብበው፣ አማክረው፣ ጠይቀው ከፈት አርግለት ቀልብህን መላውን ይነግራል። ማዕሲያ በኃጢአትነቱ ማስጠየቁ ብቻ ሳይሆን ቀልብ ላይ ጥሎት የሚያልፈው ጽልመት ከፍተኛው አደጋ እሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነው። ሰውየው ማዕሲያ ሲሰራ ቀልቡ ላይ ጥቁር ነጥብ ትቀመጣለች፣ ሌላ ከደገመ አሁንም ጥቁር፣ እንዲሁ እያለ ቀልቡ በሙሉ በጽልመት ይወረራል። ለዛውም እንደተገለበጠ ኩባያ ይሆናል አለ። ከላይ የፈለገው ቂያኖስ ቢፈስ ውስጡ ባዶ ነው። ከልኩዝ ሙጀኺያ ላ ያዕሪፉ ማዕሩፋን ወላ ዩንኪሩ ሙንከራን። ኃጢአት መዳፈር ቀልብን የሚያደርቅ ነገር ነው። መድኃኒቱ ቁርአን ነው። ቁርአን በሁሉ ነገሩ በቂሳው በሕክማው በአምሩ በነህዩ በምክሩ በሁሉ ነገሩ ሰላንተ ነው የሚያወራው። ከረብ አልዓለሚን ላንተ የመጣ መልእክት ነው። ምን ያህል አላህ አክብሮናል ሳይንቀን ቸል ሳይለን የተከበረው ቃሉን በተከበሩ አንቢያዎች መሐከል ይድረሳቸው ምክሬ ብሎ አላህ ልቋል።
ያንን ከፈት አርጎ ማነጋገር የራስን ገበና እዛ ላይ መመልከት ሌሎችን አሻግሮ ማሳየትና ሌሎችን መኮነን ቀላሉ ስራ ነው። ነገሌ እንዲህ አድርገው ነገሌ ይያሉ ዲን አልኢስላምን የበደለው ገሌ ነው ፉላን ፉላን አይደለም ሊሆን ይችላል ያ ግን አንተስ ምን ያረክነው እዚህ ከራስ ጀመሩ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون هذه هي قلب بشتاء ميبالو نجر اجيك بتام غوجي بتام سوچ يميزنغوت بشتاء نو ود اهل العلم ود اهل الخير قرب بمالت اندو قراننا انب بمرادات انكو قاقاته يمياوقو سوچن بتادامت መድኃኒትህን ታገኛለህ። የቀልብ በሽታ ሐኪሞች ሳሊሆች ናቸው። ከቁርአን ቀጥሎ የቁርአኑ መድኃኒት ራሱ ቀምሞ ላንተ በሚመጥንህ መልኩ መንገር የሚችሉት ማለት ነው። አላህ ከቀልባችን በሽታ ይፈውሰን ወደ ኸይሩ ነገርም ይመልሰን። ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما امركم بمحكم تنزيله في قوله الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها وانت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء اللهم إنك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ردنا إلى كتابك وسنة نبيك مردا جميلا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقيم الصلاة. ሱና መልቲሚዲያ